طيب حضرتك بتتكلمي على قراءة القرآن ووهب الثواب. احنا قلنا قبل كده تهبي لمن تشائين والأجر يصل للجميع بإذن الله تعالى الكريم. فأنا أقرأ القرآن وبعدين اللهم هب في ختام القراءة زي ما السادة الشافعية علمونا، أقول صدق الله العظيم، وبعد كده وبلغ رسوله الكريم إلى نهاية كلامنا، وندعو ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، ونسأل الله بحق اللي أنا قرأته مثل أن يهب مثل ثواب ما قرأت إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أو لأقاربي من كذا، أو لأهلي وأهل زوجي أو أهل قرابة، اللي أنت عايزاه توهبي له الثواب، وإن شاء الله حاصل القبول، إن شاء الله حاصل القبول، ولك أجر وثواب على ذلك. ده إذا بندعي بس اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لي على كل نفس من دول أجر وثواب، فما بالي بقى كمان إن أنا بزيد فوق ذلك إن أنا بدعو لهم بعد ختمي للقرآن الكريم. أو الوهب، مش شرط بقرأ جزء من القرآن، سورة من القرآن وأوهب ثواب. الأستاذة عزة بالنسبة لسؤالها الثاني الخاص بأختها اللي هي متزوجة من زوج هو ما كانتش موافقة عليه من الأول، و17 سنة هي معاه، ولكن بعد كده بدأ يعملها وحش وبدأ يتعاطى. هي متضررة من البقاء معه، أمها وإخواتها الذكور مانعين مسألة الطلاق. هي لو تضررت تضرر شديد، الضرر مرفوع في شرعنا زي ما حضراتكم تعلمون، ولو شاءت ان هي تصبر وتأخذ بيده يكون لها ثوابا عظيما. يعني القرار ده خاص بيها هي، احنا ما علينا ان احنا ننصح، بس انا بيلفت نظري ان بيبقوا قاعد يعني قاعده معاه مده 17 سنه، دي مده، وهو أكيد برضو لو كان الوضع صعب جدا ما كانتش تحملت كل هذه المدة. أما وهو مؤخرا لجأ لده، ما تحاول تاخد بإيديه، تاخد بإيديه وتجتهد قدر طاقتها، وربنا ييسر بعد كده. إذا كانت هي لا تطيق أو المسألة بقى فيها شيء من الصعوبة عليها، فلها أن تختار يا صاحبة السؤال.